عبد الرحمن طفل ولد في أحياء بغداد الشعبية وتربى مع جيرانه وأصدقائه، عانى ما عاناه في حياته من آلام وأحزان، وعلى الرغم من صعوبات الحياة ومآسيها كان لعبد الرحمن بصمة تغلب بها على تلك الصعوبات وبدأ يعمل ويدرس في آن واحد. كان طفلا شجاعا عانى والده منذ صغره على صعوبات الحياة وسعى لتحقيق أحلامه، لكن القدر حال دون تحقيق حلمه الأهم. عبد الرحمن عرفت طفل عام 96، كان أول لقاء لي وياه يوم لعبنا لعبة هيجي مال أطفال، وصارت هاي بداية هاي التعارف. بعدين تعودت أجي وتعود يجيني لحد ما سجلنا بالأول ابتدائي مدرسة القومية. كان والدي ياخذنا ويجيبنا سور، بدت حياتنا من ذاك اليوم اللي تعرفنا سور. من هو صغير تقول عقل وأدب أخلاق، من هو طفل كل شيء بيحلو هادي قلبه طيب. هو والد اللي علمنا الصلاة، يعني حتى الاختلاف في المذاهب كان شيء طبيعي بيننا وكأنما نواحي. زهرة تفتحت في دار كان عنوانه الابتسامة والأمل، ورؤية عبد الرحمن وهو يكبر يوما بعد آخر، حتى جاء موعد حب كان نقطة تحول في حياته. قبل زفافه بيومين كان سعيدا لأنه سيحقق حلمه الأهم الذي لطالما حلم به، لكن يد الإجرام وقفت له بالمرصاد لتعلن عن رحيل عبد الرحمن إلى عرس السماء. كانت بدايته من هذا المكان. أنا كنت هسه طلعت، كنت بجوة بالمولدة بس هسه طلعت يعني، ونوارة بخالي كان قاعد على الكرسي قبال المحمد زين. بس شو اسمه، انا باوعت المرحوم ده يطوب ما ادري ياخذ من المحل، درت وجهي ابويا كان بصفه، درت وجهي اني ما سمعت، طاق طاق باوعت هيجي زين، شفت واحد ده يركض وش اسمه عبد عبيلة، فركضت قلت له نوار عبد وقع وركضت على عبد. بس ما توقعت اني يعني، انا ما توقعت الطلقات يعني يجي الراس ابد، ما توقعت يعني. وحتى يعني بالبدايه انا عبالي طلقات يعني هيجي من هاي الكذبيه وبالشارع، بس ما متوقع يعني طلقات يعني هيجي براسه ما يعني. يوم نلعب شهر الثامن كنت راجع من الشغل وفتت من باب محله، فطلع لي كالعادة وقال لي بعد عقب باكر، بعد يومين عقب باكر صادف حنتي. فأثناء ما وصلت للبيت بعد ما سبحت وتاحيت يعني دقائق العشر دقائق، سمعت صوت اطلاقات نارية كالعادة نسمعها دائما، فما تصورت ان هاي الطلقات طلقت راس عبد الرحمن.
نفس اليوم أنا كنت شايفة رؤية كلش ما حلوة، وروح النهار كله تجان مقبوب، بس من كنت أدري إني راح يروح مليتي. حتى من اللي جباسني أنا واقفة على الطباق قال لي شبكي ما، قلت له أنا ضايج، قال لي أنا هم ضايج، بس ما كنت أعرف ليش أنا ضايجة وهو ضايج. وهم عادها علي تحبيني يما، قلت له موت عليك يما، مو باسني، وكنا اثنيناتنا ضايجين، كنت كلش منضايقة مع الصورة. ذكريات حملت في طياتها هذا المكان. لم يكن يعلم عبد الرحمن أن هذا المحل سيصبح ذكرى حياته واستشهاده، فوحده يعلم من كان القاتل وما سبب القتل وما الذنب الذي اقترفه ليدفع حياته ثمنا لذلك. شكوك وأدلة على أن القاتل كان مأجورا، والذي كان وراءه شخص قد يعرفه أهل عبد الرحمن، لكن تبقى علامات الاستفهام كثيرة وراء مقتل عبد الرحمن، تاركا خلفه والدته وأصدقائه ومحبيه وعروس لم تعرف للعرس عنوان. قبل أن وصل المستشفى عبد الرحمن انتقل لرحمة الله، راح يبقى طول العمر بقلوبنا صديق وأخ وحبيب. الله يرحمك عبد الرحمن. قعدت وخليت يدي على خدي وحدي بالبيت، ما حد يعرفني، ما شوف إلا الباب تكسرت، أريد أقوم ما أقدر أقوم، انشليت من باب المطبخ، عطت صحب منه، ليش يجي تقول الباب؟ كان يقول يوم أنا صديق عبد الرحمن، يوم أنا لحقي قبلوا عبد الرحمن. يمتان يا ثوب العرس ما مش عرس، خجلان ضم روح القمر واستحت تطلع للشمس، الهلهولة ماتت وانتهت والشمعة نامت ما تحس، لا حنة لا ماي الورد لا بدلة بيضة وتلبس، ما مش عرس العريس رد وحنته مستشهد بليلة أمس.